اهلا بكم اخوه الاخوات في قناتكم اش نيوز. هذا اخوكم يوسف كنحييكم هنا من مدريسا في الاقليم برشلونه. جينا نقضي واحد الغراض مع السي ايمن. ها هو شي كلمه السي ايمن. هذا راه هضر قول شي حاجه سلم على الناس. قناه ديال يوسف اليوم جوي في مدريسا من الناس مدينه مدريسا. دي مدريسا اللي معامره بالمغاربه ماشي مدريسا درتو نقسموها المرسى صح المرسى بلا بحر كنت متحرك حدا البحر كنت سوار ما ايوا هذه هي لينيفرسيداد هنايا لينيفرسيداد وكاين ميركادونا كبيره هنا ميركادونا هنا كما تشوفوا هذا هو هذه البلاصه البيريمتر هو هذا. المهم خليكم معنا غادي نوريكم بعض الشوارع وشي تخربيق. المهم في الطريق بما نوصل للستاسيون باش نمشي نرجع حالي الجو سخون هنا وتنقرب. المهم خليكم ما تشوفين تشوفوا هذا واحد الشلال هنا بحال الشلال بحال الديكور وكاين الشلال وهذا الشارع هنا الناس دايزين. هذه هي مدريسا ماشي شي مدينه كبيره ولكن ما فيهاش يعني ما يتشاف بزاف تتشرش اغلبيه. الا غنوركم غير الشوارع كما تشوفوا هذا ديكور الشلال نافوره جاتنا في وسط الشارع كيجيو تصوروا حدا الناس تذكار ان زرتي مدريسا. هي هذه البلاصه هذه سي ايمن جينا نشربوا قهوه. هو السي ايمن قال تبغى قهوة غنبداو نشرب قهوة. زيد زيد نمشيو نشربو قهوة. حنا دخلنا نشوفو شي طبيلة هنايا فين نريحو هنا. يلا السي ايمن زيد حنا خلينا تختار الطبلة واختار فين نريحو. اي هنا الفوطو هذا مليح صراحة نريحو هنا. المهم القهوة زوينة صراحة كالم. جينا نشربو شي قهوة كما كتشوفو هنايا مريح الفرد بلايص. المهم كما كتشوفوا حنا حولنا البلاصه على ود السي ايمن باش يشارجها والقلب بريز خاسر. هو قالت ما عجبوش العصير شي العصير ديال الليمون وما عجبوش. هذه قهوه انتم الاخوان صافي كاز الماء جاب لي قرعه بالعاني باش يفرعني في التمن. القهوه المهم قهوه زوينه صراحه ما عرفتش شحال غيحسبوا لنا هذا الشيء ولكن المهم كلشي كيهون هاني. المهم يوسف غادي يخلص. لا وي وي شوف اخي ايمن كلشي شوف كلشي على حساب السي ايمن. انا شوف انا جاي ضيف التليفون تاعي مطفي. واي شوفوا شوفوا العصير قداش دابا. هذا اخي ايمن هو العصير هذا 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 هو العصير اصاحبي. الله يعز العصير ديال عمي الحوسين في المغرب اصاحبي. كيجيب لك كيجيب لك كاس كبير ديال الليمون اصاحبي. برافو كاس كبير كاس كبير العصير صغير كاس كبير العصير صغير. سير اخويا الله يعاونك اخويا انت والعصير. وهذا الكتاب هذا ديال اش هذا؟ هذا ديال دياريو ديال غوانتانامو. دياريو ديال غوانتانامو يوميات الحبس تاع غوانتانامو ديال الموريتاني. ديال الموريتاني محمد ولد ولد صالح ولد صالحي محمد ولد صالحي. وقرا قرا مع راسك باش ما عمر ما تشيل غوانتانامو تعلم من الدروس. كما تشوفوا الاخوان يلا خرجنا من القهوه وصراحه المهم العصير قهوة وقرعة الماء 4 اورو كلشي 4 اورو تقريبا كلشي تقال عندنا ب 4 اورو صراحة الثمن مزيان الثمن ما بيهش صراحة. قهوة مكالمية وفيها لا صداع لا والو فيها لا يعني مع القضية مزيانة تما صراحة الثمن مناسب. المهم دابا نمشيو ستاسيون ديال التران. المهم انا مرة نصوركم الشوارع هنا وداكشي بما نوصل. المهم حنا باقينا غادينا الاخوة الاخوات هذا هو الشارع واحد الشوارع غادي يعبط او باقا لنا واحد حتى 10 دقائق نوصلوا. صراحه ما كاين ما يدار في هذا المدرسه صراحه. اللي شوف بلا ما تجيو هنا والله هادشي اللي كاين هذه الحقيقه للاسف. الحقيقه بحال البرتقال المره ما كاين والو اصاحبي والله الا الاخوان ما كاين حتى شي حاجه. مهم علينا اللي بغى يجي هنا وكذا تعرف المغاربه كاينين هنا عرفنا احنا في المغرب المغرب والله الله الله يتريح الحوت الاخوان وحق الله عزيز الحوت ما طيبش بحال شي مارشي ديال الحوت. مارشي ديال الحوت. المهم نقدر نكون شي مارشي ديال الحوت هنا كما قلت لكم الاخوان الاخوات هنا كاين المغاربه اللي جا هنا وبغى يعيش راه يلقى المغاربه هنا يسولهم على الظروف. ما نظنش تكون المعيشه غاليه هنا غيكون الديور شويه ثمن تقدر تلقاه رخيص مقارنه ببرشلونه. دابا حاليا غيطيحوا اثمنه ديال الديور. اخبارك تلقى ديال يوسف؟ ايه اخباري سمعت غيوقع واحد الانهيار ديال
دابا راه غادي يطيح واحد النهار اول حاجه كيطيح لا سبب الازمه ماشي بنادم ما بقاش يقدر يشري الديور راه كلشي كيطالب بالسالير يزيدوا في السالير غادي يطيح القضيه كما قلت لكم اخو الاخوات هنا تقدر تلقاو الديور شويه رخاص قارنا برشلونه ولا بلايص اخرى الاخوان هذا هو معقل معقل المغرب معقل الاجتماع عند المغرب هذا هو معقل الاربعاء هذا هو السوق السوق السبت هذا سميتو سوق الحد اليوم السبت لا حتى الغدا هذا يا عمر كيما شتو الاخوان هذا هو معقل المغاربه هو هذا هنايا هذا هو كاي مايور دليريد كاي مايور دليريد المهم الاخوان الاخوات هنا كاين المغاربه كثار هذه بلاصه معروفه المغاربه ما عرفتش سميتها والله انا راه ما هذه المانيره ما عارف عليها والو بحالكم كنكتشف انا وياكم قررت بحال اللي والله ما عارف شي حاجه بالله جينا نقضيو على الغرب هنا وراه فحالنا دابا شحال الساعه 7:30 وغنسكت تران مع 8 هكا يبغي يعاود عليك هذه واحد الكنيسه حنا قدام الكنيسه انتم الاخوه الاخوات كما قلت لكم السيد الكنيسه الكنيسه اللي غندخل نصلي فيها دابا شوف من دابا قاعد غادي ندخل نصلي لا غدا حتى للحد ماشي دابا ميسا الحد نسيت الحد الصحبي ما عرفتش باش نصليو الحد نمشيو نبقاو نديرو داكشي لا حنا كنديرو كندير استخاره ما نجيوش ندير استخاره نصلي السبت الكنيسه باش كيشد فيها الويفي ايه فعلا هانتوما كاي مايو شوف هذا هو كاي مايو كاين والو اخي ما نعرفش من فيه حتى حاجه كاينين المغاربه بزاف والمغاربه هما اللي كاينين واش بغيت شوف في مدينة المغاربه تلقى الكباب رخيص تلقى الدجاج رخيص تلقى الحوت انتم الاخوان هنا كاين التندات والرواز الكثير شوف هي ديكور فين واو ديكور كبير واو واو واحد بوبي هني ناس تحفظت عليه والله تحفظت على الكلب هنا حتى يتفاهموا معك ما يتفاهموش معك هذه المشكله ما يتفاهموش معك هناك صيفطونا للحبس عاوتاني على الكلب شوف دابا رجع للمغرب على الكلب رجع للمغرب بقاو يسولوك علاش رجعتي للمغرب اخي حفظت قتلت الكلب حفظت على الكلب ويموت انا جرى عليا من الخدمه حيت حفظت على الكلب انت اسمع يلا خدمت بقى عاقل كنت خدمت في واحد القهوه كنسربي فيها واحد الكلب صغير ما كنت كنسربي غادي بواحد القهوه سخونه وما خونا ما شوش الكلب عنده كلب صغير ذاك الوقت كلب تكون صغار ايه عفت عليك كش خرج لي مصارنا ها انت ما سمعتوا الاخوه الاخوه جراو عليا حنا راه الكلب عايش بخير صافي الكلب راه عنده ماكلته عنده باسبورو عنده مسائل صافي وصافي هما خرجوا عليا ما تفعلوا المهم ما سمعتوش المغرب انت ردوا معايا في مانريفا انا ما كنعرفش الطريق انتما باقا غادي في نفس الشارع هنايا لا ما نضلش نمشي في استاميور هادي ما نريسا عرفتي هبطنا في واحد المحطه الاخوان والله لا لقيت راسي قلت لي واش هادي ما نريسا ولا العربيه ساعات خرجنا لقينا الديور وداك الشيء اما المحطه شوف انا مشيت جيت للمدرسه ودخلت للمحطه كل يوم في فرياس خرجوا في المحطه عرفوا ان راه هذيك ماشي مدرسه ديك غير العروبيه خص تهبط لتات وتشيني مع واحد الواد عاد تخرج للمدرسه تقاوينا هنايا وانت اللي باغي قهوه باغي قهوه سنتر كوميرسيال شي ها هو فين هو هنا ها هو هنا كما قال لكم الدراري سنتر كوميرسيال الله سيدي راه المدرسه حقرناها حقرناها ها تسرعنا اخو تسرعنا ولكن من بعد هني اكتشفنا اني اكتشفنا انت مع والله سبي عامره بزاف اصاحبي هادي راه بحال اللي ريضا صاحبي نو نو بصراحة المهم رجعتني انا مني من واحد الناحية نقدر نفضل نعيش هنايا وي المهم زوينة المهم واحد لا حتى المعيشة اصلا من رخصة خائنة لو قال اللي ريضا المهم اللي ريضا انت داخلة الكوماركة تاع برشلونة ياك ايه واخا داخلة الكوماركة تاع برشلونة ولكن صاحبي راه تكون رخص من اللي ريضا اللي ريضا صاحبي راه البيستو بغيتي تشكليه ما تلقاش 700 اورو والله ما عرفتش خويا ما عرفتش برضه باش نشوف دابا فين خصنا نطلعو انتوما هذا هو الشارع هذا دابا خرجنا من داك الشارع اللي فيه الرواج حنا طالع للفوق واه سي لا ضمن الرساله زوينه صراحه هاد الله فكرتني واحد في كنت كنقول على الصغر دافا مي ديال برشلونه هذاك الساحه اللي قدامها شحال هكا دايره الدعوه زوينه الاخوه اللي ريحه الببوش الصايي هذا الشيء مشكال لا بريت البخور اصاحبي البخور هذا داير انت بيخه اليوم داير انت بيخه والله الا سي ريحه البخور واه ودابا غندوز عند حنا غادي نتمنى تشوفوا هنا
وضمن نسا حضرناها لأن المشكل اللي كان في ضمن مريسة مثلكم كان جهة خاوي وجهة عامرة ما فهمت أنا كيفاش هذا الشيء أن بس وطنا في المحطة لقينا القضية خاوية وش دابا دابا نخرجوا في كلمة غادي كي تنخرجوا في الآخر تنخرجوا هذا مثلا تقدر تشد الطوبيس لبرسلونة راه كيكون هنايا واحد النافي كيمشي تقريبا كل ساعة لربع كل ساعة لربع كيمشي هانتوما الإخوان واحد الساحة هنا هاهي الدراري الصغار كيلعبوا الناس ناشطة هنايا اليوم السبت هذا هو السبت سامدي سوار واعر الكناوي السبت النشاط ولحد الراحة لحد الراحة هانتوما الإخوة الأخوات كل الكور وكل الأسف عم تسمع العربية حبيط صراحة مهم حدا أخونا شاف شو يقول لنا شوف ورا مش شغل الكور فردل مغاربة الناس أي مكان مهم هذا سوى شارع خور حال ديال القبيلة اللي وريتكم قاوي أنتم الدنيا حيت دابا الحكومة طالبات بالانخفاض ديال الكهرباء على ود العشرة خصكم تكون مطفي خصهم يحافظوا على مخزون ديال الكهرباء حيت أيوة. عمي بوتين دارها بوتين دارها وغادي يديرها في البرد غادي يديرها حنا صراحة نحتاجو تصاحبي الكلمة حنا راه ما عندناش مشكل عندنا داك الشيء حنا جايين من افريقيا حنا راه افارقة حنا كان الاوروبيين اللي كيجيو من البرد مساكن الشراف الناس كبار لا حنا يعني كنقارنو عندنا شي اي حاجة اي جو نقدم ايوا ما كاينش مشكل حنا عندنا دابا غنكمل عندنا دابا واحد 5 دقائق للستاسيون كما قلت لكم حنا خطأنا في مانريسا صح كاين واحد القنت اخر المهم هذا هو اللي ما عارفش مرة اخرى غنجيو هنا ديريكت نشربوا شي قهوة شربنا قهوة في واحد البلاصة مكالمة ما فيها حد تصيدنا صراحة تصيدنا ولكن ماشي مشكل كنتعلموا حنا ما خاصنا والو مرة اخرى نجيو لمانريسا ونجيو للبلايص عاوتاني دابا حنا ما بقالنا والو التران ما قدرناش نتساراو يعني بزاف خصنا نتحركوا المهم الاخوة الاخوات كان هذا هو الفيديو كما كتشوفوا فيديو كان خفيف ظريف تسارينا معاكم شوية في مانريسا هذا هو أنا وهذا هو السي أيمن المهم التليفون قريب يتشارجا ديشارجا ديشارجا ردخت المهم قريب ديشارجا التليفون غادي نضطر نخليكم نتلاقاو فيديو آخر إن شاء الله ولما لا نصور لكم كما كنقول وديما كيف كنقول لكم جيم بارطاج أبوني 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 مهم الاخوان شعارنا جيم بارطاج ابوني ديزبيتاز ايوا والاراء ديالكم في هذه المدينه هذه بغيناهم هذا مكان المدينه الجايه لا غنمشيو غادي نتساراو مزيان المهم الاخوه الاخوات هذا مكان تحياتي لكم نتمنى يكون الفيديو خفيف ظريف على قلبكم في الكومنتير ندير لك جيب واش نمشيو ليها ايوا مشيو واخا ما كاينش مشكل واش انت غير كتبوا الكومنتير واش تطقوا مشيو تطقوا نمشيو ستوكهولم ستوكهولم بعيدة المهم الاخوة الاخوات هذا مكان تخليكم التليفون غير ديشارجا نتمنى يكون الفيديو خفيف ظريف على قلوبكم وتقبلوا علينا السي ايمن كان هو الضيف ديالنا كنشكروه كان معنا ومشينا تسارينا معاه حتى هو السيد الظريف الله يعمره دار نتمناو ليه التوفيق في الحياة ديالو هنا في اسبانيا تحياتي لكم نتلاقاو في فيديو اخر فين ها انتم ها الكنيسه فين هي هنا هكا حنا غنطلعوا ليها عشان نطلعوا ليها نطلعوا ليها اخي سير على الله واعره بزاف الاضواء ديالها نطلعوا ليها اخي نطلعوا للكنيسه ومن تما نمشي زوين بزاف يوسف المهم غنوريكم الكنيسه موراها نديروا ختام لهذا الفيديو هذا باش انه التليفون فيه 18% وخصو يوصلنا للدار وخصنا الجي بي اس هانتوما الاخوه الاخوات هالكنيسه باش ما تقولوش يوسف ما كيوريناش ولا اي حاجه نوريها لكم حنا طالعنا الاخوان في الدروج
الاخوة الاخوات هنا طالعين سايمن قالت نشوفوا هذا القن تاع جبو زوين خصنا ضروري ندشنوه. ها نتوما الاخوة الاخوات هذا هو الديكورات هنايا هنا طالعين كما تشوفوا هنا كاتكون بركان فين هايا فردا خاوة فاش الكنيسة صخيط هاد المغاربات والله الا مشكلة ما كيحترموش المقدسة ها انتم مال اخوان كاستيو ها مال رئيسة كاستيو ها هو ستاسيون ديال التران قدامنا ها انتم ستاسيون ديال التران هنا وي احنا قدامنا بحال قلت نقول كاستيو انا غنريح ستاسيون ديال التران هو السائمن جالس ها انتم هذا هو الجو. المهم نختموا معكم الاخوة الاخوات من هنا هذا مكان الاخوة الاخوات نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله هذا اخوكم يوسف نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نتلاقاو في فيديو اخر ما تنساوناش بالدعم ديالكم ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله جيم بارتاج ابوني لا هذه الخدمة ان شاء الله نتمنى ان المتابعين ما يخيبوناش ودعمونا تحياتي لكم. مهم خليكم مع هذا المنظر ونتلاقاو في فيديو اخر. شوف